مرحبا بكم في موقع متفك. هذا الفيديو مخصص لمربيات البستان ورياض الأطفال، يشرح كيفية إنشاء حساب لمربية البستان وكيفية إنشاء حسابات لأطفال الصف ليتمكنوا من تسجيل الدخول واستخدام الموقع. من أجل الحصول على تفاصيل الدخول لمربية الصف، يجب بداية تعبئة تفاصيل لمربية البستان وتفاصيل البستان في الاستمارة المرفقة. وجب التنويه إلى أهمية اختيار اللغة المفضلة لمربية البستان وطلاب الصف وإرسال الاستمارة. سيقوم فريق الدعم في متفك بإرسال تفاصيل الدخول عبر الإيميل. للدخول إلى الموقع سنقوم بالبحث عن متفك في متصفح جوجل. نختار دخول أعلى يسار الشاشة. نقوم بتسجيل اسم المستخدم، غالبا ما يكون الإيميل الخاص بكل مربية، وأيضا كلمة المرور التي تم تزويدها لكل مربية. لإيجاد الصف نختار إدارة الصف، إدارة صفوفي. هنا يظهر الصف الخاص في كل مربية، ولإضافة طلاب الصف نضغط على زائد مقابل اسم الصف. يمكن إضافة تفاصيل الطلاب في عدة طرق. الطريقة الأولى هي بواسطة إدخال اسم الشخص والعائلة لكل طالب من طلاب الصف في الخانات الفارغة. بعد إنهاء تعبئة أسماء طلاب الصف نضغط تم. الطريقة الأخرى لإنشاء حسابات للطلاب، يمكن الضغط مجدداً على زائد واختيار تحميل قائمة تحوي أسماء طلاب الصف. لنقوم بتنزيل نموذج. هذا النموذج هو عبارة عن ملف إكسل، يمكن تعبئة تفاصيل طلاب الصف في الملف. يجب اختيار الاسم الشخصي لكل الطلاب، اسم العائلة، ممكن اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور. هذه الأعمدة اختيارية، حيث يمكن أن نعطي الموقع إمكانية إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور بشكل تلقائي لكل طالب. هذه الإمكانية هي الأسهل في حال كانت المعلمة تملك ملف يحوي أسماء الطلاب بشكل مسبق. يمكن نسخ الاسم الشخصي واسم العائلة لكل الطلاب طبعاً، وحفظ الملف. بعد حفظ الملف لنعود إلى الموقع. ممكن سحب الملف إلى المربع هنا، ممكن أيضا النقر من أجل تحميل الملف الذي تم تعبئته. بعد تحميل الملف نختار إصدار. بهذه الطريقة أيضا تم إنشاء حسابات لطلاب الصف الذين قمنا بإدخال أسمائهم. يمكننا أن نرى أسماء الطلاب الذي تم إنشاء حسابات لهم. ها هو اسم المستخدم الذي تم إنشاؤه بشكل تلقائي من الموقع، وها هي كلمات المرور. من أجل تحميل بطاقات تسجيل الدخول نضغط هنا، نختار تحميل PDF. بهذه الطريقة يمكننا أن نرى تفاصيل الدخول لكل طالب. كل طالب نرى اسم المستخدم وكلمة المرور. يمكن طبعاً مشاركة هذا الملف مع أهالي طلاب البستان. بهذه الطريقة يمكننا إنشاء حسابات للطلاب. للتأكد من أن لغة الموقع للطلاب هي العربية،
أنصح باختيار جميع طلاب الصف عبر الضغط على المربع الفارغ بجانب أسماء الطلاب. نختار ثلاث نقاط ونضغط على تغيير اللغة. نختار إسرائيل ونختار اللغة العربية ومن ثم حفظ. بهذا نتأكد أن اللغة التي تم إدراجها لطلاب الصف هي اللغة العربية. لأي سؤال أو استفسار يمكن التواصل مع فريق الدعم لماتيفيك عبر الإيميل المرفق هنا. عملاً موفقاً.